اهلا بيكم فيديو جديد من برنامج 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين. والنهارده هنفضفض كده مع بعض ونتكلم في دقيقتين كده عن ايه اللي ممكن تعمله لما تكون عايز تتعلم انجليش. هل تروح تاخد كورس ولا تقضيها قاعده في البيت وتذاكر من البيت وتجتهد من البيت وخلاص؟ يلا بينا نشوف. مبدئيا الموضوع ليه ابعاد كتير قوي لازم تفكر فيها. اول حاجه هي انت شخصيا بتتقبل انهي نوع من التعليم. في ناس لما بتقعد في البيت بتعرف تركز وقتها جدا ان هي تجتهد وتستثمر في وقتها وتذاكر وتعمل وتسوي وتتعلم وتقضيها فحت وربن عشان توصل لهدفها. وفي ناس تانية ما بتقدرش تعمل كده، مش متعودة ان هي لما تقعد في البيت بتشتغل او بتعمل اي حاجة مفيدة، فغالبا بينتهي الموضوع بتسويف وكل حاجة بتتأجل ويبقى يوم السبت الساعة 5 هبدأ اذاكر ما بيوصلش. فاكيد الشخص ده مش هيكون انسب حل بالنسبه له ان هو يقعد يذاكر من البيت. فهيكون في الحاله دي انك تروح مكان ما ويبقى قدامك مدرس او انستراكتور وبيتعامل معاك وبيخليك كده تتحفز، هيفرق معاك جامد. ما هي سهله اهي. لا خلي بالك في شويه حاجات برضو لازم تركز فيها. اللي قاعد في البيت دوت مش هياخد كل حاجه، واللي قاعد بيروح الكورس برضه مش هياخد كل حاجه. خلينا نبدا بكل احتمال فيهم. اول حاجه عشان تروح تاخد كورس في شركه ما، فانت اولا محتاج تسال كويس عن الشركه ديت وتعرف هل هي فعلا شركه جديره بالثقه ان انت تروح وتستثمر من وقتك وتقعد عندهم وهيعلموك فعلا ولا لا. في شركات بيبقى الموضوع بالنسبه لها ممكن تشغل حد مثلا مش ما عندوش الكفاءه ان هو يوصل المعلومه رغم ان هو كويس في الانجليش. ناس ثانيه ممكن تلاقي عندها حد كويس جدا، فتعرفها ازاي؟ بناء بقى عن تجارب ناس راحت جربت فيهم عندهم شهر وما عجبكش وغيرتهم ورحت تاني وقعدت تجرب لحد ما تلاقي مكان كويس. ايا كان، هفترض ان انت خلاص لقيت المكان الكويس فعلا. فالمكان الكويس دوت مهما عمل هو بيقعد معاك قد ايه؟ هو هيقعد معاك 4 ساعات مثلا في الاسبوع؟ ما هو هيديك مثلا يومين في الاسبوع، ممكن 3 ايام في الاسبوع. فالمكان دوت هو قعد معاك ساعتين في يوم واحد 3 مرات في الاسبوع. الساعتين دولت مش كفايه ان انت تتعلم انجليش. هو الراجل جاي علشان يعلمك قواعد الانجليش، جاي علشان يعلمك ازاي تتكلم، جاي علشان يعلمك ازاي تقول وتعبر وكل الحاجات دي كلها. ولكن هل هو معاك على طول عشان تتكلم معاه؟ انت ممكن تتلقى معلومات كتير جدا بس ده مش كفايه علشان تقدر تعبر بيه وتقدر تمارس الانجليش. تقول لي ما هي في اماكن بتخلينا نعمل برزنتيشن وتخلينا نتكلم وندردش مع بعض ويبقى في كونفرزيشن ومش عارف ايه. كل ده جميل بس برضو وقتك في اي كورس هتروحه صدقني هو مش كفايه. كون ان المكان كويس لوحده فده مش هيكون حاجه لوحدها كفيله ان هي تخليك تقدر توصل للمستوى اللي انت عايزه. اولا بيعتمد على مجهودك، دي اول حاجه. يعني ممكن 10 ياخدوا نفس الكورس مع نفس الانستراكتور وفي نفس السيشن كل مره، يعني بتروحوا مع بعض نفس الحصه انت وواحد صاحبك وكلكم بتحضروا نفس الكلام. وانت لما تتخرج انت وهو انت ممكن تبقى في مستوى وهو في مستوى اعلى منك او هو اقل منك. طب ايه اللي حصل؟ ده انتوا في نفس المكان ونفس كل حاجه وبتعملوا التاسكس مع بعض وكل حاجه. اللي بيفرق هنا مجهودك لوحدك بره المجموعه. انتوا جوه المجموعه شغالين وبتعملوا كل حاجه، لكن بره المجموعه هل الهوم ورك اللي بتطلب منك بتعمله فعلا كويس؟ هل بتطور من نفسك؟ هل بتحاول انك تتعلم اكتر؟ هل بتحاول انك تمارس الانجليش طول ما انت قاعد؟ فدي حاجه هتفرق جدا واحد عن واحد. ولذلك احب اقول لك ان المكان اللي انت هتاخد فيه كورس لوحده مش كفايه. فلو انت من الناس اللي بتقول انا ما بعرفش اقعد في البيت بصراحه، لا انا محتاج حد يبقى فوق دماغي علشان يخليني اشتغل، انا عايز حد كده يوجهني ويقول لي اعمل وسوي عشان اعمل، فخلاص انا هروح مكان بقى واخد كورس وخلاص. احب اقول لك ده مش كفايه، دي حجه علشان تشتغل. اولا انت عايز حاجه بيعملها، دي قاعده لازم تحطها في دماغك. فانت لو من النوع ده او من النوع ده انت هتعمل لو انت عايز، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش مهم خالص انت في مكان اسمه ايه، المهم مجهودك بره المكان ده، الوقت الاضافي. انت عايز تتعلم انجليش مش رايح تاخد درس رياضه، اوكي؟ دي لغه لازم تمارسها على طول. اليوم اللي هتسيب في اللغه هتسيبك هي اسبوع. فاعتمادك لوحده على المكان وان ده كفايه خلاص انا ما عملتش حاجه ثانيه حلوه قوي كده، ده مش صح. اما الفريق الثاني اللي هو شايف ان هو بيقدر يجتهد في البيت وما بيضيعش وقته وبيبقى فيه برودكتيفيتي او انتاج طول ما هو قاعد في البيت، فده فريق كويس جدا ان هو بيقدر يعمل كده واحييه. انا شخصيا ما عنديش المهاره دي لسه، بحاول اطورها، ولكن الناس دي بتتعب يا جماعه، لازم نحييهم نديهم سقفه. المهم لو انت فاكر ان انت كده برنس وهتقدر تتعلم انجليش بسهوله، فاحب اقول لك لا
خلي بالك اول حاجه لازم تبقى معاك منهج ماشي عليه وسكادجول ماشي عليها زيك زي اللي بيروح كورس، وما ينفعش تقطع وتقعد شهر واسبوع والكلام ده كله، لا لازم تستمر، لازم يكون معاك منهج او مصدر انت مركز فيه وبتتابع معاه. يعني مثلا سواء هو كتاب هتستمر فيه وهتخلصه، او هو مجموعه فيديوهات لحد عاملها وبتتابع معاه، اي حاجه من الحاجات دي لازم تكون موجوده. ما ينفعش مثلا تقرر النهارده والله هتعلم قاعده اف مثلا، والله انا النهارده هخش اتعلم 10 كلمات جداد، والله انا النهارده هتعلم 1000 كلمه جديده و20000 ايديوم و5000 قاعده جرامر، يعني الموضوع ما بيمشيش بالحب. فالافضل انك تكون ماشي بدروس مترتبه وعلى حسب مستواك، وكده يبقى اللي انت بتعمله انك بتدخل معلومات، بتعرف عن الانجليش، بس لازم تلاقي طريقه تطلع بيها. يعني الانجليش علشان تتعلمه او اي لغه عشان تتعلمها انت بتاخد معلومات وبتبدا تطلع بيها كلام او بيانات او معلومات تانية، لازم يكون في مخرجات عشان هي دي اللي هتطلع لك النتيجه الحقيقيه. ولذلك لازم تلاقي طريقه تبدا تمارس بيها الانجليش مع نفسك وتطلع بيها الحاجات اللي انت اتعلمتها. مش هنشرح ده في الفيديو ده لان ده موضوع يطول شرحه جدا، بس ممكن نعملها في فيديو تاني عادي. لكنك لازم تعرفه انك برضو زيك زي اللي بيروح اي كورس، انت لازم تجتهد وتمارس اللغة وتطلع كل اللي عندك علشان تقدر تعمل كده وتطلع باحسن نتيجة. طب انهي طريقة احسن من التانية، اروح اخد كورس ولا نتعلم في البيت؟ مبدئيا مفيش طريقة احسن من التانية، كل واحد وشطارته وكل واحد وبيستخدم الطريقة اللي مناسبة مع شخصيته هو. بس الحاجة المشتركة بينهم هي ان هنا او هنا الكورس لوحده او الكورس الاونلاين او الحاجة المصدر اللي انت بتتعلم منه وشغال عليه باستمرار لوحده، ده او ده هيديلك من اللغة حوالي 30% تقريبا، ده تقديري انا ليها، لان 70% التانيين متوقفة على ممارستك انت للغة. فالفروقات الحقيقية اللي بينهم مش هتكون اكتر من اللي انا قلتها، اللي هي ده مناسب لده او ده مناسب لده على حسب كل واحد بيرتاح ياخد كورس يقعد في البيت يشتغل. في ناس تانية هتبدا تحسبها بقى من حيث الفلوس، مثلا ان انا اخد كورس في مكان ما ده غالي عليا طب انا هتعلم لوحدي. في ناس تانية تقول لك لا انا هقعد في البيت علشان انا مش عايز اضيع وقت في المواصلات. في ناس تقول لك لا انا مش هروح كورس بس انا هدفع فلوس اكتر مع مدرس معين انا عارفه ويديني برايفت اونلاين. فكل الحاجات دي مش هي المهم، المهم في الاخر انك تشتغل على نفسك يا باشا بعد ما تخلص. فده وده مش هيفرق، الاتنين محتاجين شغل اضافي جنب المجهود الاساسي اللي انت بتعمله عشان تقدر تجيب 70% اللي فاضله. ولذلك احب اقول لك في نهايه الفيديو، لو انت بتتفرج عليا وفاكر ان كده كفايه انا متابع خالد، احييك جدا 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 انك متابعني، ولكن مش كفايه، لازم تبدا تشتغل على نفسك اكتر. اعمل برزنتيشن، كلم نفسك، انزل اتكلم مع اجانب، اتصرف، اتشالب، المهم ما تستكفيش بيا ولا تستكفي باي حد. كل ده معلومات بتخش لك، ولكن المتوقف النسبه الكبيره عليك انت. فلو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك وشير لاصدقائك علشان اكبر عدد من الناس يستفيد، ولو انت لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. اقول لك ايه بقى، سلام.